احبائي، يوم 24 فبراير كانت مفروض ان دي الذكرى السنويه لحرب اوكرانيا وروسيا. فات سنه، شفتوا يا السنه دي بقى عملت فينا ايه؟ اللي ما خلصتوش كورونا خلصته حرب روسيا واوكرانيا، خلصت على حاجات كتير وعملت مشاكل كتير، مشاكل اقتصاديه على مستوى العالم كله. بقي العالم متقسم شويه مع روسيا وشويه مع اوكرانيا، وحاجات كتيرة كتيرة، وناس طالعة وناس نازلة، ودول ما بقتش في باينة في الصورة، ودول تانية بتفايت انها تفضل في الصورة. على رغم مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اللي كانت فجر يوم 24 فبراير 22، لا تلوح في الأفق أي بادرة أمل على إنهاء الصراع الذي تسبب في مقتل الألاف وخلف تداعياته على جميع دول العالم. وخصت أوكرانيا وروسيا هذه الذكرى بتصريحات قوية يبدو أنها تنذر بمزيد من التصعيد. الناس دي ذنبها إيه؟ والصور اللي شفناها قبل كده، الناس اللي راحت وصورهم على الحيطان دول، الناس اللي بيوتها اتشردت، الناس اللي كانوا في مأمن ودلوقتي في كل مكان في العالم، الناس دول اللي ماتت واللي أسرهم أزواجهم وأولادهم اترملوا، ذنبهم إيه؟ ذنبهم ايه في رعونة كبار؟ بقى هما كام واحد كده يروح قدامه كل ده؟ في مؤتمر صحفي كان بمناسبة الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا، قال زيلينسكي: انتصرنا على روسيا. يا جماعة حد يصحي من النوم الراجل ده، انتصرت فين يا ابني؟ يعني أنا مش يعني هاد دلائل. المهم بيقول ان العام ده نقدر نكمل انتصاراتنا عليهم، وفي الشركاء الغربيون اذا وفى، انا اسف، اذا يعني هو هينتصر، اذا وفى الشركاء الغربيون بوعودهم على صعيد المساعدة العسكرية. يعني لو هتدفعوا وتبعتوا لنا اسلحة انا هنتصر على روسيا اكتر واكتر، مش هيبقى في روسيا اني مور. ده كلامه. حذر الأمريكيين، تشوفوا بقى يعني إيه بيسخننا، قال: الذين يطالبون بوقف إرسال المساعدات لكييف من ذلك قائلا أن واشنطن ستفقد دورها القيادي في العالم في حال ذلك، وأن في حال لم تستطع أوكرانيا الصمود فأن روسيا ستأتي إلى دول الناتو، ثم سترسل أمريكا أبنائها وبناتها كما ترسل أولادنا اليوم، وسوف يحاربون. هو لو في حد ماسكها صح، صدر الحنين ده بقى لو هي ممسوكة صح، لا محدش هيبعت لك حد. لكن الخوف من القرارات دي بقى. طبعا بوتين ما سكتش، طلع برضه هو كمان أدلى بدلو، يعني قال: روسيا لا خيار لها سوى شن ضربة وقائية لحماية المتحدثين بالروسية في أوكرانيا وللدفاع عن أمن بلاده من الغرب العدواني. سنحقق نصرا كاملا على أوكرانيا، نحن ندافع عن مصالحنا وشعبنا وثقافتنا ولغتنا وأرضنا. الكلام الجميل يا ده كله إلى آخره. يعني الأمم المتحدة قالت، أعرب يعني هي كمان، الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة قال أمام مجلس الأمن الدولي عن أسفه للمعاناة التي شهدها الأوكرانيون طوال العام، وشملت القتل والدمار والعنف الجنسي والتهجير والاختفاء القسري. ولخص الحكاية دي كلها في يومين: حياتهم جحيم حقيقي. ده حقيقي. وأضاف: نحو 17.6 مليون شخص، أي نحو 40% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية. 40% أيضا من السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام. تسببت الحرب في أزمة هجرة في أوروبا غير مسبوقة منذ عقود، ما لسه ما لحقوش يفوقوا من سوريا والعراق وليبيا وكل دول. الأسلحة هي التي تتحدث اليوم، لكن في النهاية نعلم جميعا أن الدبلوماسية والمساءلة هما الطريق إلى سلام عادل ودائم. خليني أشوف مع حضراتكم تقرير الأول عن الوضع واللي حصل واللي سببته الحرب دي، وهرجع أقول لكم روسيا عمل سوري الصين عملت إيه. اتفضل. في الساعات الأولى من يوم 24 فبراير الماضي اجتاحت القوات الروسية الحدود الأوكرانية
واشتعلت نتيجة لذلك شرارة حرب ما لبثت أن تحولت لحرب اقتصادية. طبعاً كل ده هيقل، يعني حتى لو روسيا، وده يمكن الهدف يعني أنها يتم استنزافها بعض الشيء، إلا أن روسيا عارفة برضو تمشي أمورها، ما عندها حلفائها هم كمان الجنب ده كله، يعني إلا أن الصين يعني في يوم الجمعة اللي فات وزارة الخارجية بتاعتها نشرت مقترح من 12 بند لتحقيق السلام في أوكرانيا، بيركز على الإعلان الصيني على وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف وشروع في محادثات سلام بين الطرفين لإنهاء الحرب. طبعا هناك ترحيب أوكراني وروسي بذلك الاقتراح، إلا أن زيلينسكي طلع وقال رحب ببعض الاقتراحات الصينية، لكنه قال أن الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تطلق خطة السلام. طب إيه؟ يعني الناس بتحاول تساعدك، الناس بتحاول توقف نزيف الدم ده اللي موجود، يعني إيه لازم الدولة اللي على أرضها هي اللي تبتدي بالخطة وتنفذ الخطة ما تسيب الناس تشتغل إذا كنت واللي كانوا زقينك عايزين الأمر يخلص. ما هو يا عزيزي الحنفية هتتقفل، ما تفتكرش إن الكونجرس اللي موجود دلوقتي هيبعت لك ال 140 مليار دولار اللي أنت خدتهم في خلال السنة دول. ده الشعب هنا بيجوع على فكرة، الأمريكان بيجوعوا على فكرة، في حاجات مش موجودة في الستورز، في حاجات غالية جدا. الناس بقت دلوقتي لما تخش الستورز الأمريكان بيفكر اللي معايا هجيب ايه ولا ايه، بلاش ده دلوقتي، لا اجيب ده، انا محتاج ايه الاول. على فكرة كتير قوي قوي من الأمريكان بقوا كده، ده غير الأوروبيين بقى، يعني اللي حدث ولا حرج، الناس هناك وظروفهم عاملة ازاي، اللي بيوفر طاقة واللي يعني بيحاول يقتصد في كل حاجة بيتعامل فيها. سيب الطاولات الحديث تشتغل، ما تقفلش عليهم. بنتمنى ان الاقتراحات الصينية اللي هي ال 12 بند دول يتم التعامل معاهم بشكل عقلاني ومنطقي، مش عشان بس أوكرانيا والأوكرانيين أو الصين روسيا، لا ده عشان العالم كله، لأن اللي بيحصل هناك مأثر على العالم كله. زي ما قلت لحضراتكم الحاجات اللي كانت ما خلصتش عليها كورونا بتخلص عليها الحروب دي دلوقتي. قصاد الموقف ده كان الأسبوع اللي فات في مؤتمر السنوي اللي اتعمل للمحافظين الأمريكيين هنا، يعني الحزب الجمهوري، وكان حصل استفتاء كمان بالمرة كده للرئيس ترامب وفاز فيه ورشحوه يعني أنه يخوض الانتخابات 2024 عن الحزب. لسه الأمر ما انتهاش، لسه في ناس كتير، وفي ناس قصاد بايدن وفي ناس قصاد ترامب، يعني لسه قال ترامب طبعا مش هيفوت الفرصة، سأوقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال يوم واحد، إذا هو كمان شارط علينا، إذا أعيد انتخابي سأنهي الحرب وسأمنع الحرب العالمية الثالثة. بصوا يا جماعة، يعني هو ليه برضو حاجات صح بيعملها وليه حاجات تعبانة كلنا، لكن خلينا نفكر في كام كلمة كده اتقالوا في الفيديو اللي هعرضه لحضراتكم ده. من ضمن الحاجات اللي قالها في الفيديو اللي هتشوفوه معايا ان روسيا في عهد أوباما أخدت جزيرة القرم، وفي عهد بايدن روسيا بتاخد كل حاجة، هو يقصد أوكرانيا. يعني بيقول لك ان الناتو ليه ما بيدفعش دولار قصاد دولار امريكي، يعني احنا امريكا بتدفع دولار، ليه امريكا بتدفع كل المليارات دي بس والناتو يعني برضو بيدفع بس مش كده، في حين ان هو مأذي اكتر. يعني
طيب خلينا أشوف مع حضراتكم الفيديو اللي قاله الرئيس ترامب، ويمكن عنده مفاتيح، يمكن عنده سجلات، يمكن عنده تسجيلات، who knows. نشوفه سوا. Stand here today and I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent and very easily World War III, very easily. هل يقدر هو زي ما قال كده؟ طبعا. الراجل ده يعني ما بيقولش حاجة وما بيعملهاش. وزي ما شفنا كانت سياسته عاملة ازاي لأربع سنين، ما كناش يعني لا حرب ولا غيره، وسربوا له حاجة صغننة كده من مختبر قضت على مستقبله السياسي. معمولة فيه، معمولة فينا كلنا، معمولة في أي حد يعني، بس هي معمولة رسمي نظمي أهي. يعني نتمنى الخير للبلد دي، لأن إذا ما كانش الشر في الحكام اللي بيديروا الحكاية دي كلها، كل واحد فاهم منها عزبته يعني، لكن مش باصص لشعبه اللي بيموت وبيجوع، ما يكون في حتة تانية. الناس دي بتفكر يعني، الناس الشيطان بيفكر بدماغ، بيخلي الناس دي تفكر بدماغه دلوقتي، تموت، تقتل، تحارب. ربنا يستر ويفتقد العالم ده ويبعد عنه أي شر وشبه شر. آمين.